65 سنة تمر على إضراب 19 مايو 1956، محطة تبقى شاهدة على عمق وعي الطلبة الجزائريين إبان الثورة التحريرية. طلبة اختاروا التضحية بمستقبلهم العلمي والعملي والالتحاق بركب الكفاح. الإضراب لم يكن مجرد حدث عابر، بل نسف طرح المحتل الفرنسي بأن الثورة هي تمرد لزمرة من الخارجين عن القانون. تنامي بطش السلطات الاستعمارية دفع بالطلبة لهجران مقاعد الدراسة داخل وخارج الوطن والالتحاق بصفوف المجاهدين في صورة عاكسة انصهار جميع الجزائريين في النضال، بل وشكلت قيمة مضافة لجيش التحرير الوطني، فمستوى هؤلاء مكنهم من التعريف بمقاصد الثورة الجزائرية في المحافل الدولية. تأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في يوليو 1955 كان مفصلياً بالنسبة لهذه الفئة النخبوية، فالتنظيم ضم أسماء أصبح لها وزن في العمل الثوري، بل الأكثر من ذلك جعل الطالب الجزائري يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه النضال دون أن يغفل المشاركة في الحياة السياسية. كل هذه المحطات الحافلة التي خاضها الطلبة الجزائريون مكنت القضية الجزائرية من اكتساب بعد سياسي وإعلامي، محطات ساهمت في تمهيد الطريق لنيل الحرية والاستقلال.